سي مهدي فقير صباح الخير ومرحبا بك معنا على شدا فهمه. صباح الخير الأستاذ كريم، وعيد مبارك سعيد عليكم المستمعات والمستمعين والطاقم ديال راديو شدا. مرحبا. يعني الو مرحبا، مرحبا بك سي مهدي فقير، مبروك عيد ومبروك عواشرك ومرحبا بك وكل عام وانت بألف خير. الله يكبر بك يا سيدي. مرحبا سي مهدي فقير، خلينا ناخذ تعليقك اولا على استحواذ مجموعه سهم لمالكيها الوزير السابق مولاي حفيظ العالمي على الشركه العامه بمختلف فروعها. هي ثاني مجموعه بنكيه من بعد مصرف المغرب كريدي دو ماروك اللي استحوذت عليها المجموعه المغربيه او الهولدينغ المغربي اولمار كوم لملاكي عائله بن صالح قبل سنتين. اليوم هذه ثاني بنك مغربيه تخرج من السوق وتستحوذ عليها مجموعه ماليه مغربيه، شنو كيعني هذا؟ لا، والاكيد ان هذه الصفقه هي صفقه مهمه بطبيعه الحال، حدث عام في أوساط يعني الوسط الاقتصادي وأوساط الأعمال في بلادنا. هذا الشيء يعني الكثير والكثير جدا. أولا النقطة الأساسية هو أن بطبيعة الحال هناك يعني نقول واحد الجيل جديد من الرأس المال الوطني يتوجه أكثر فأكثر إلى مجال الأعمال الذي كان في السابق عنده طابع مؤسساتي، كما وكان يعرف تواجدا كبيرا ل مستثمرين الأجانب. الشركة العامة عمرها 110 ديال السنوات، فاليوم نقدر نعتبر بأنه تطور نوعي كبير ونفتخر به كمغاربة حينما يتمكن فاعل اقتصادي وطني ورأس مال وطني من اقتناء مؤسسة بنكية كبيرة بهذا الحجم. تاريخيا الشركة العامة لها حضور قوي وقوي جدا، ثلاثة موقع تقريبا في دائما بين الأربع أو لم نقل الخمس كبريات الأبناك في مستقبل كيف بلادنا، مجموعة متكاملة الأركان تضم جميع يعني الفروع والأنشطة المالية من الأبناك، كذلك التأمينات، قروض، الإيجار، الوساطة يعني البنكية بكافة أنواعها. هذا فرع الحاشي مهم ومهم جدا. و كيف غينعكس هذا على المجموعة، هذه المجموعة المالية البنكية النشطة أيضا في مجال القروض والتأمينات، شراءها من أو استحواذ مجموعة ساهم عليها بكلفة تقريبا ديال 745 مليون يورو، كيفاش غينعكس على الشركة العامة وحضورها في المغرب؟ لا، نكونوا واضحين، هاد السؤال الإجابة عليها غادي تكون في الملف اللي غادي يقدموا به طرفي البائع يعني الشركة العامة الفرنسية يعني الشركة الأم، وكذلك الهولدينغ سهم. هذه الملفات سوف تقدم ل يعني المؤسسات في التنظيم، مؤسسة التنظيم البنوك المركزية في المغرب، وكذلك مؤسسات يعني المؤسسة ديال التأمين يعني ديال تنظيم قطاع التأمين لاكابس. هذا بطبيعة الحال غتكون هاد الإجابة. المفروض أن هناك قيمة مضافة، المفروض أن هناك نظرة جديدة ومستقبلية. هل سوف تغير مجموعة استراتيجيتها؟ هذا سؤال دقيق ويكون مشمول أكاديمية السرية، ولكن أعتقد أنه يعني يمكن غير يكون التطوير المجموعة ولله الحمد يعني تحقق أرباح. مجموعة مهمة متواجدة، عندها زبائن، فروع في مختلف مدن المغرب، وبالتالي إلا غتكون شي نقلة نوعية غتكون نقلة نوعية جديدة. واش غتوجه مجموعة أكثر لتمويل المقاولات الصغرى؟ المعلومة أن الشركة العامة هي يعني بنك كما يقال البنك اليونيفرسال، يعني مؤسسة بنكية شمولية عندها مع الشمول المالي، يعني ما عندها شيء يعني ما نقولوش بأن مؤسسة صغيرة ومتواجدة في مجال وغائبة عن مجال، متواجدة في الجميع، هي تمول جميع فروع الأنشطة الاقتصادية. لا أعتقد ولا أعرف شخصيا أن هناك نشاط أو قطاع لا تموله الشركة العامة.
طيب هنا لما كنتكلموا سيمدي فقير على واحده من اقوى المجموعات البنكيه الفرنسيه في المغرب وفي حضورها ايضا في افريقيا والحضور اليوم ديال مجموعه سهم وخصوصا لمالكها الوزير السابق مولاي حفيظ العالمي، هذا الاخير شنو غيكون ربما الدور ديالو في تطوير هذه المجموعه الجديده في نسختها خلينا نقول المغربيه؟ اليوم لما كنتكلموا على الشركه العامه هناك طبعا البنك اللي كيعرفوا المغاربه كاملين لا سوسيتي جينيرال او الشركه العامه، لكن ايضا من فروعها الاساسيه اكدوم اللي التسليفات ال دي اللي سيارات لا ماروكين في اللي التامينات، وهذه قطاعات يخبرها ويعرفها جيدا الوزير السابق مولاي حفيظ العالمي لما كان رئيسا لسهم للتامينات. اليوم يعود بعد فترة تقريبا ديال ثلاث سنوات من الغياب منذ أن غادر الحكومة وغادر معها أيضا سهم للتأمينات بعدما تم بيعها للمجموعة الإفريقية سانلام. اليوم عودة مولاي حفيظ العالمي بهذا الشكل وبهذا الصيغة لمجال المال والأعمال في المغرب، ما الذي قد ينتج عنه من خلال تتبعك للسوق المغربية سيمدي فقير؟ هو نكونوا شوية واضحين، سي مولاي حفيظ العالمي لم يغيب عن مجال الأعمال، سهام هولدينغ استمرت ولها نشاط اقتصادي ربما خارج المغرب وكذلك داخل المغرب، قد عندها يعني حصص ومساهمات هنا وهناك. اللي وقع هو أنه المساهمة الاستراتيجية المهمة اللي هي سهام تم تفويتها لسلام أكيد، وكان من المرتقب منذ زمان، يعني كانت هناك شائعات ب استحواذ يعني سهام هولدينغ على مؤسسه بنكيه، هذا ماشي جديد، الجديد هو المؤسسه بعينها، اي انه لم نكن نتوقع ان تكون الشركه العامه، لكن الشركه العامه على الصعيد الدولي لها حساباتها الاستراتيجيه، هناك خسائر كبيره تكبدتها الشركه العامه من خلال انسحابها من السوق الروسي، وبالتالي هناك اعاده هيكله على الصعيد الدولي منذ ايام، يعني سمعنا بان الشركه حتى على الصعيد الدولي اخذت في اعاده ترتيب اوراقها واعاده النظر في الاستراتيجيه ديالها، انسحبت من مجال التسليف وفوتته لاحد المجموعات البنكيه الفرنسيه، ان هناك يعني سياق استراتيجي دقيق نعم استغل بشكل يعني ذكي جدا من طرف مجموعه سهام هولدينغ من اجل استحواذ على هذه المجموعه بهذا الثمن، لان الثمن كيبقى ثمن في تقديري المتواضع ثمن مدروس وجد جد 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 مهم، 745 مليون فقط للمجموعه ككل. الان القيمه واللمسه، هل سوف نرى عوده قويه للمجموعه في مجال التامينات؟ لان لا ماروكين في اي مغرب للحياه، وهنا بطبيعه الحال كتحدثوا على المجموعات كلها، حنا راه هنا في اطار تقييم اولي، يعني نقول ربما هي الشركه غير متواجده بشكل قوي، يعني هي شركه ديال التامين ولكن الحجم ديالها ماشي حجم ديال الشركه. هل سوف يعني نرى عوده قويه لمجال التامينات؟ هل سوف نرى عوده قويه لمجال ديال هو اهتمام اكبر بما يعتبر لو ريتيل، يعني يعني نقولوا ذاك المجال المالي ديال يعني الاهتمام بالشمول المالي، يعني التمويله ديال القروض الصغرى السلفات الى غير ذلك، يعني هو هذا السؤال السابق لاوانه، ومن سوف يبت ويحسن فيه هما الهيئات التنظيميه خصوصا منها البنك المركزي بنك المغرب، اللي مؤكد انها تكون قيمه مضافه وهذا هو المطلوب للحصول على التراخيص. سوف نرى شيء جديد، هل يكون هناك تكامل مع باقي أنشطة المجموعة؟ هذا ربما يكون شيء جديد، وكذلك تكامل على الصعيد الدولي، الشركة العامة المغربية للأبراج غير متواجدة على الصعيد الدولي. أشكرك جزيلا سي مهدي فقير، وكما قلت ربما هذا سيعطي جاذبية أكثر للسوق المغربية وللعرض المغربي، لأن الشركة العامة اليوم كبنك يصبح مغربيا ينضاف لبنوك أخرى بحال تجاري وافا بنك، البنك الشعبي، بنك أوف أفريكا، وكريدي دو ماروك، وطبعا غيرها، سيعزز ربما هذا العرض البنكي المغربي مع هذا التراجع أيضا الفرنسي سواء في السوق المغربية أو السوق الإفريقية لل أبناك. مهدي فقير الخبير المالي والمحلل الاقتصادي كنت ضيفنا ضمن ليكليراج على الشدائف.